רואים האסירים יוצאים מפתח המנהרה וזוחלים על הקרקע. חפמו מנזומה אמנייה דחל הסג'ון ומרגו אנפי לחתלל. הוא עקלי מדברה, חקי מופקר, عنده نوع من السرية تامة. احنا حولنا السجون من سجون قهر إلى مدارس تعليم وجامعات. أنتم الأحد عشر قمرا. بدها الخزنة مفاتيح خاصة وأرقام خاصة تا تفتحها ولا تا تفجرها بألغام كبيرة ولا أبصر بإيش. تقول عنه أكبر سجن يعني أقوى سجن دمروها يعني ست أسرى معهم خمسة مساعدين. الشيخ حسن قال أوهم من بيت العنكبوت. مين الشيخ حسن؟ الشيخ حسن نصر الله قال لك أوهم من بيت العنكبوت. كل السجان يفكرون في الفراغ لكن لا يقدم أحد على ذلك لأنه شبه مستحيل. في هذه الحالة المختلف هو أن واجهة إسرائيل كدولة مطلقة على المستوى الأمني قد تهشمت. النفق هو باب ومن فتح بابا يهون عليه كل شيء بعده، حتى لو كان النفق 100 كيلومتر. من هنا بدأ التحرر. الأبطال الحلقة الأولى تأتيكم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.